رصيد رصيد. شوف المنافسة النهائية التي تحمل هذه الانطلاقة، رصيد على الصدارة الصدارة الصدارة، هي رصيد. يا سلام، منصور بن صالح بن علي الحميري، الرصيد عالي الرصيد، ما شاء الله فيه إثارة وفي منافسة وفي انطلاقة. هذه هي اللحظة الأخيرة التي تقود فيها رصيد خط النهاية، تعلن هذا الانطلاق. شوف رصيد ويتسجل أول انتصاراتنا في هذا الصباح، ما شاء الله وتبارك الله. بنقول تهانينا والناموس من خلال هذا الانطلاق إلى سيد منصور بن صالح بن علي الحميري على فوز رصيد. وسلام عيناوي، سلام سلام، ما شاء الله وتبارك الله في هذا الأداء الجميل والمؤكد هذا الانطلاق المركز الثالث. وصلت الشايب أحمد صالح بن علي الحميري في هذه المنافسة، في نية عيناوية لهذه المنافسات. يا سلام يا سلام، الذيبة 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 والشايبة، أحمد بن صالح بن علي الحميري في صراع قوي على المقدمة. وضعها يا سلام، وصلت ظن السلام الثاني، وصلت السلام الثاني، أرفقتها بصديقتها في الشوط الأول وهي رصيد. يا سلام، رصيدك عالي يا الحميري، رصيدك أحمد بن صالح بن علي الحميري مع اللحظة الأخيرة هنا رغم المنافسة من الذيبة، ولكن النهاية النهاية هنا. يا سلام يا سلام، هي الشايبة أحمد بن صالح بن علي الحميري، سلام مربع صالح بن علي الحميري، ما شاء الله من خلال هذا الأداء الجميل والفوز بالشوط الثاني المركز الثاني. الذيبة سعيد بن مطر الرميسي اللي وصلت في المركز الثاني. المري على مقدمة هذا الشوط نقول سلام سلام عليكم يا أهل الدوحة، واسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة. من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر للسيد صالح بن حمد بن قمرة المري على هذا الأداء المتميز الذي قدمه موهوب على مقدمة هذا الشوط وعلى هذا الأداء المتميز مع سن الإذاع مع الشوط الأول للإذاع الجعادين المحليات العصائل. ها هو يقترب من خط النهاية، يقترب من المنصة الرئيسية، محتل المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. المركز الثاني الذي وصل في المركز الثاني، هذا الشوط يا سلام، الزمان يعود يوما مع برقراقي. يا سلام يا سلام، يا المتمرد، يا ما ذعنا وقلنا المتمرد دائما يتمرد مع المقدمة مع التضمير مع الأداء المتمرد. ها هو مستحيل للسيد سالم بن راشد برقراقي المزروعي، عازف العود عازف العود، قادم مع المحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، شعار رعد شعار اليمامة شعار شوده. يا سلام، يتقدم ويخطف المركز الأول، مرغم 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 سلام مرغم سلام مع عازف العود. المركز الثاني مستحيل للسيد سالم بن رايد برقراقي المزر. حماس تتسلل تتسلل بطريقها الى الصدارة، حماس والشايبة، الشايبة وحماس، وارى من حاف قادمة بكل قوة. ولكن يا سلام، ارصد لي ارصد لي ارصد لي، التسلل التسلل التسلل، حماس على الصدارة، حماس على المقدمة، انطلقت بناموس هذا الشوط بهذا بهذا الشعار، شعار الشقي حمدان بن سعيد من يابر. من ينطلق من ينطلق مع حماس، ولكن أرى الشايبة أرى الشايبة. ومن الجانب الآخر من حاف والكوكبة ثلاثية، الكوكبة ثلاثية من حاف، يا سلام، ولكن أرى هني حماس، حماس على الصدارة. سلام سلام زعبي سلام، تهانينا لحمدان بن سعيد بن يابر المركز الثاني، لسعيد بن سهيب الدليوي المركز الثالث. العنود
العنود على الصدارة، العنود على المقدمة. يا سلام يا سلام يا سلام، اكسبو قادمة بكل قوة، مقصصة من الجانب الآخر، اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة. يا سلام، اكسبو 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 تتسلل في هذه اللحظات بهذا الشكل الفريد. سلام سلام مرغم سلام، تحية واحترام مع الأداء المثير، مع العرض الرائع اللي تقدمه اكسبو. تهانينا تهانينا لحمد بن راشد بن غدير. سلام سلام مرغم سلام، تحية واحترام مع الأداء المتميز اللي تقدمه اكسبو. هذه لحظات وصولها إلى خط النهاية، تهانينا لحمد بن راشد بن غدير. المركز الثاني العنود، حمد بن محمد بن جهويل. المركز الثالث تصل فيه لسعيد بن مع الشامخ وانطلاقتي على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. نقول سلام مرغم سلام، سلام وتحية واحترام على هذا الأداء الجميل للشامخ وهو في الصدارة في المقدمة في المركز الأول، يقترب من الفوز ومن الناموس، معلن التحدي معلن بطولتي لهذا الشوط هنا بتعليمات خفيفة من أبو الشباب الذي منطلق خلف فأيضا هذا القعود بتضمير وأداء مميز. تهانينا تهانينا وناموس للمحنق سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي على هذا الفوز الجميل للشامخ ولحظة وصوله إلى خط النهاية. المركز الثاني أتانا مشاهدين الكرام على المركز الثاني مبهر لصالح بن سعيد بن صالح. وابن حلوك ايضا قادم في هذا الانطلاق. الله الله الله، وهناك مهاجر سالم بن عنزان بن خاتم النعيمي، ولكن براق على الصدارة، براق على المقدمة على المركز الاول على صدارة هذا الشوط. رياض 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 مبارك بن راشد بن زلاب الهاجري مع رياض على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول، واللحظات الاخيرة الخروف قادم. وهنا ايضا مهاجم سالم بن عنزان بن خاتم النعيمي يتسلل على صدارة، مهاجم ينتزع الصدارة والمقدمة. تهانينا لسالم بن عنزان بن خاتم النعيمي على فوز مهاجر بالمركز الأول، الرياض في المركز الثاني، بارك بن راشد بن ثلاب المركز الثالث لسيد متعب. ولكن جبارة هي المتسيطرة، هي المتجبرة على ناموسي هذا الشوط، جبارة بدون أي تعليمات بدون أي كلام، هي الواضحة أمامكم على شاشة التلفزيون. سالم بن راشد بن حضيرم آل تبي، يا سلام سلام لهالي الهير، سلام واسعد الله صباحكم من هذه اللحظة من خلال تقديم جبارة لناموس هذا الشوط واحتلال المركز الأول بكل قوة وبكل تحدي جميل. ما شاء الله تبارك الله، عندما كلموها حركوها تحركت، تحركت وطارت إلى حيث الناموس، إلى حيث التشويق والإثارة. إنها جبارة في المركز الأول والصدارة. تهانينا لسالم بن راشد بن حضير ملجتبي على هذا الفوز والانتصار الذي قدمته جبارة في هذا النشاط الصباحي. بينما المركز الثاني لحظات الوصول في خلال هذه اللحظات مشاهدين. كرام علي بن عبد العويسي، الله يا العويسي، سلام لأهالي السلطنة، سلام سلام لأهالي السلطنة. مع تقدم العويسي علي بن عبد العويسي في المركز الأول وهو يغرد خارج السرب في انطلاقة هذا الشوط على المركز الأول، يتحكم بالأجهزة الآلية، لكن في النهاية أكيد معاه سبوك سارتبه إلى نحو المحافل الدولية ومحافل الناموس ومحافل التحدي والانطلاقات. ما شاء الله تبارك الله، الله الله الله، لكن يا بالعبد يوب التهموك هم 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 هم. هنا يأتي مشاهدين الأعزاء حمد بن سالم بن جهويل المري في اللحظة الأخيرة، يلتهم الناموس في هذه الانطلاقة. تهانينا والناموس حمد بن سالم النابت بن جهويل المري. المركز الثاني علي بالعبد العويسي مع عني.
مسار. يا سلام يا سلام، غير الامور وانطلق الى مقدمه الشوط، الى مقدمه الشوط شاهين عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان على المركز الاول، على الانطلاق الاول، على الاندفاع الاول، مسيطر ما شاء الله على المقدمه، مسيطر على المقدمه، يقود مسار هذا الشوط وتحدياته، يقوده ما شاء الله بجداره وبأداء جميل في الامتار الاخيره والتحديات الاخيره في مسار هذا الشوط. هذا هو شاهين عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان، يعلن الفوز ويعلن التحدي، يقرب من الوصول الى خط النهايه الى المركز الاول. تهانينا تهانينا على هذا الفوز عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان على فوز شاهين بالمركز الاول، بينما يصل في المركز الثاني عزام لسالم بن حمود المالكي والمركز الثالث. المراكز ولكن بن قمرة مسيطر على مقدمة الشوط. خلاص السيف صالح بن حمد القمرة الذي ينطلق على المركز الأول، على الانطلاق الأول، ولكن هناك من الجانب الآخر شاهين عبيد بن محمد بن ذويب العامري غير وعاد، عاد بن ذويب العامري على المقدمة على المركز الأول. تهانينا مشاهدي العزاء، شاهين عبيد بن محمد الذويب العامري، يا سلام، يعلن الفوز، يعلن السلامات العيناوية الجميلة. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق في هذا الشوط. شاهين عبيد بن محمد بن ذويب العامري ينتزع ناموس هذا الشوط، بينما المركز الثاني لحمد بن صالح القمرة الذي صالح بن حمد القمرة الذي وصل السيف في المركز الثاني، بينما وأرهني أيضا الذاير لمبارك من خادم، ولكن أرصد لي القدوم من هملولة سالم بن حمد الشباني الاكتبي، من أعلن هذا الانطلاق المثير، ولكن العاصية واللحظات الأخيرة والكريبي مسيطر، عفاس بن صالح الكريبي من يتابع انطلاقة العاصية والذاير قادمة، اللحظات الأخيرة والعاصية هي الأقرب. تهانينا الحفاظ بن صالح الكريبي على فوز العاصية بالمركز الأول، لحظات الوصول إلى خط النهاية. تهانينا لعفاس بن صالح الكريبي الغفراني المري على فوز العاصية بالمركز الأول. المركز الثاني الذاير المبارك بن خادم الخيلي، والمركز الثالث عدي، وبالإثارة ما شاء الله الشاهينية أيضا لمحمد بن حمد بن خريبيش العويسي، قودمة في هذه اللحظات، ولكن منصورة النصر من صالح منصورة على صدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. سلام منازف، سلام، اسعدتم صباحا يا أهالي منازف بمدينة العين على فوز منصورة بالمركز الأول وصدارة هذا الشوط. شكرا يا ابو صالح على اداء منصورة هنا بدون اوامر، تصل الى خط النهاية معلنة الفوز والناموس. تهانينا على هذا الاداء لمحمد بن صالح بن علي الحميري. المركز الثاني وصلت هنا مع بن خريبيش، من وصل على المركز الثاني محمد بن حمد.